كل شلة لازم تلاقي واحد أو واحدة دمهم خفيف حبتين، ومهما كان الكلام جد لازم يتحفونا بقلشهم. يا ترى إيه أصعب قلشة سمعتها من صاحبك القلاش؟ لو بطلنا نقلش نموت، إيه أصعب قلشة سمعتها من صاحبك القلاش؟ قلت له إيه اللي حصل؟ قال لي حصل وسطحينة. أقول له فول، يقول لي قول وطعمية. قلش بطاطس في الزيت. أقول له أنت عبيط، كان بيستغبى يعني. بقول له أنت عبيط، يقول لي عبيط فول. ها ها ها. بقولها حاجة معمول 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 معمول، واقفة معايا يعني في النور. قالت لي مرة واحدة معمول بالتمر. عايز كيس كمان؟ قالوا كمان الشناوي. قال له تعالى ناكل فراخ، يقول لي فراخ وطيور مثلا. عايز لما انا تعبانة حد يقول لي قلش سلام، قلش جنيه، يقول لي قلش ميدس، اقول مثلا عنترة ابن شداد، يقول لي شداد نور، قلش قلش مبروك. كان رد فعلك ايه؟ استوم شيء بصراحة، انا كنت شادر الساحة، ضربته. اعمل له ايه؟ ببص من فوق تحت وممكن اقول له انت حد بيت جدا. يا ما اروح بس انسى اصلا كل حاجه انا بقولها. بطل بيض.